السلام عليكم، سميتي نورة عبيلة، 25 سنة من مدينة ديال طاطا، حاصل على دبلومي في التكوين المهني وحاليا طالبة في كلية ابن زهر للغات والفنون والعلوم الإنسانية بأيت ملول. السلام عليكم، سميتي بوقسيم حمزة، عندي 25 سنة، أنا من مدينة تيزنيت، عندي إجازة مهنية في إدارة وتسيير المقاولات من المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بالجديدة. لا ميسيون ديالي كانت في داخل واحد الجمعيه فرنسيه سميتها جيغاس اللي كاينه في مدينه اوبان قريبه من مارسي. كانت لا ميسيون ديالي الى لا سنسيبيليزاسيون دو غران بوبليك سور لي انجو اي لي سوليسيون انرجي كليما لمده 10 اشهر. بين لي طاش اللي قمت بهم من خلال هذه الخدمه ديال التطوع، اول حاجه كنا كنديروا مساعده على التنشيط ديال بعض الانشطه وبعض دي زاتولي دو سونسيبيليزاسيون سواء عند الناس في دي كارتي ديالهم سواء في جمعيات اخرى شركه مع الجمعيه ديالي، وكنا كنديروا حتى بزيارات ميدانيه لعند الناس اللي عندهم مشاكل طاقيه، كنا كنديروا انستالاسيون دي زاباري دو ميزور. كنت كنقوم بالمساعده على التحليل ديال معطيات واحد الاستبيان سوسيو طاقي اللي كنا قمنا به بمدينه طاطا بشراكه مع مركز الارشاد الطاقي ديال طاطا اللي كتقوم بالتسيير ديالو وتعاونيه النجاعه الطاقيه اللي كنت انا قبل الخدمه كنت عضوة في هذه التعاونية. لا ميسيون ديالي كانت فيها 8 شهور وكانت مع واحد الجمعية فرنسية سميتها ليك دو لونسينيومون اللي كاينة في مارسيليا. المهمة الأساسية ديالي فيها كانت هي أنني ندير التنسيق ولا كورديناسيون ما بين الجمعيات اللي كاينين ما بين فرنسا المغرب وتونس في إطار ديال واحد البرنامج سميتو شباب الضفتين. في هذا البرنامج هذا وفي هذه لا ميسيون هذه كانت المهمة ديالي هي أنه ندير تنشيط ديال الورشات، تنسيق مع الجمعيات في إطار اجتماعات دورية، أنه نوجدوا الشباب اللي غادي يمشيو للمغرب فأنهم يشاركوا في دي شونتي دي شونج ما بين هاد الجمعيات هادو وبزاف ديال الأنشطة أخرين. دونك على العموم كانت واحد لا ميسيون اللي كانت فيها 8 شهور ولكن كانوا فيها بزاف ديال الأمور اللي كانت مهمة بزاف. رجعت بالضبط للمدينة ديالي ديال طاطا، منها استأنفت العمل ديالي كمنشطة في مركز الإرشاد الطاقي، و اون باراليل أنا دابا كنقوم حاليا بالدراسة في الكلية ديال بن زهر تخصص المساعدة الاجتماعية. بعد ما رجعت للمغرب كنت حاولت أنني نرجع للحياة الطبيعية ديالي بعد ما مشيت قبل ما نمشي لفرنسا، وهي أنني نرجع للحياة ديال أنه نتطوع، ديال أنه نخدم مع جمعيات، ديال أنه نرجع للقاءات، التكوينات، نشارك في أي فرصة جاتني، واللي هادشي الحمد لله اللي خلاني أنني نلقى فرصة مع واحد المؤسسة الدولية نخدم معهم كمنسق، وهادشي اللي كندير حاليا هو أنني كنشتغل كمنسق دولي مع واحد المؤسسة الدولية. التجربة ديالي في ثلاثة الكلمات صراحة لا صعيبة، ولكن نقدروا نقولوا أنها تجربة غنية، عطاتنا واحد ليسبخي جديد، واحد لا فيزيون جديدة. وغيرت فينا بزاف ديال الحوايج. التجربه ديالي في تاتا ديال الكلمات هي انه اكتشفت، تعلمت وتغيرت. اكتشفت هي انه شفت الناس كيفاش كيخدموا، شفت لونتوراج تما كيفاش داير، شفت العمل الجماعي على برا كيفاش داير مقارنه مع المغرب، دونك اكتشفت واحد المجال شويه جديد عليا. حاجه ثانيه هي انه تعلمت من بزاف ديال الناس، من بزاف ديال لي زيكسبيرونس مختلفين، من بزاف ديال الدومينات مختلفين. الحاجه الثالثه هي انه تبدلوا فيها شي شويه ديال الحوايج اللي خلاتني صار بطبيعه الحال الاحسن، اللي خلاتني نشوف الطرق ديال الاشتغال، الطرق ديال التعامل مع بزاف ديال الامور، الطرق ديال التعامل ديال الخدمه سواء في على الجانب الشخصي او الجانب المهني. دونك هادو كاملين طاطا ديال الامور اللي تعلمتهم من هذه الميسيون هذه بشكل عام، واللي خلاتني الحمد لله تعلمت بزاف ديال الحوايج. الرسالة ديالي للشباب هو أنهم يستثمروا في الوقت ديالهم، ما يضيعوش، يعيشوا تجارب جديدة، يتحكم على المجتمع من خلال هذه التجارب التطوعية لأنها فريمون عندها واحد الأثر إيجابي. لأي شاب ولأي شابة الفرص راه موجودين، خصنا غير نقلبوا عليهم وخص غير نحاولوا أنه نوجدوا راسنا لهاد الفرص هادو باش إلا جاو يلقاونا واجدين. بالنسبة للفرص على برا راه موجودين، خصنا نقلبوا شي شوية، كاين فرص مختلفين في بلدان مختلفين وفي دومينات مختلفين، يعني كيف فقط نقلبوا على شنو كنرتاحوا فيه، شنو غادي نعطيو فيه باش انا نمشيو مرتاحين ونكملوا لا ميسيون ديالنا مرتاحين ونرجعوا في حالنا لبلادنا.